ما ادري ما يصير يطلع من الدعم كله. كأن يوم محشر، يوم محشر يعني اللي شفته الصبح كأن يوم محشر، يعني ما تعرف وين تخلي وجهك. يعني هي صارت هما هي ورقة يعني الأمة وين تروح؟ لازم تخلوكم أهلية. الناس طالعة من جحيم، خففوا على الناس، الله يخفف عليكم يا مسؤولين. والله تدمرنا، يعني من طلعنا من جحيم ندخل على جحيم اخر. يعني هسه يمشي بالمعامله ايش قد يطول؟ يعني والله ما نعرف، احنا لو نعرف ايش قد يطول ما نعرف. عندك واسطه بيوم واحد ما نعرف يعني. نعم. تدخل بنفق ما تعرف وين والله ما شو نحكي، ما نعرف شو نحكي. تدمرنا يا اخي، تدمرنا. يعني هي على ورقه هي شيء، الناس وين صارت؟ اطفال مساوين كلها سود، امه مقلوبه. والله الصبح اريد امشي ما اقدر امشي. ما بس ان شاء الله ثانيه رخصتك. يعني هسه عني بايت الساعه 10 الصبح، جيت ابات لي باكر بال 9 الصبح يلا يجي سرايا افوت، لو احص السره لو ما احص السره. يعني هسه نحن القائمه واصله تقريبا 70، فرع علي القائمه واصله 70 تقريبا. الراجع الحاسب صوره قايد، ها صار لنا اسبوع بيها، يوم الحاسبه عاطله، يوم الطابعه عاطله، بدلونا. ايه لا 4 اشهر هويه. ايش انا صار لي اسبوعين بالمعامله على مود صوره قيد. ايه يوم الاستخبارات يوم اسبوع، والحاسبه عاطله والطابعه عاطله، دمرونا الله وكيل بالازدحامات. هاي ايام الصحيفه شوي خطفوا على العالم. صحيح. الصحيفه دوخونا بيها. يعني ايش قد اكو رشاوي وفساد يصير الناس؟ والله ما ذلوا الناس، بس تعبون الله وكيل. دي تصديق صوره قايد للتقاعد، هاي صار لي تقريبا اكثر من اسبوع، يوميا من الفجر نمسك سره ما نحصل كل شيء. سره خاص للمنتسبين، سره خاص للواسطات، الباب فايت طالع، بالله ذليت من مذله. كم يوم من الاخر انتخابات مال المحافظات، هم نريد الصور مالتكم تنشر. هاي المحافظ وين محافظ الموصل؟ خليه يجي يفوت يسوي نفسه مواطن اعتيادي ويفوت جوا الدائره. ابى الله ناس ببطن الناس، ها عندك الصحيفه؟ نسوان على زلم حاجه سامع بنا صايره. ماكو تنظيم، ماكو هذه. ابى الله ذلتمنا، كرهتمنا بالعيشه بالعراق. كم يوم من الاخر انتخابات الصور مالكم تملي الشوارع. اريد واحد مسؤول يحسب نفسه مواطن يلبس مدني ويفوت جوا. يلبس مدني يحسب نفسه مواطن عادي ويسوي الهويه مالته. اشو ما سمعنا فد يوم مسؤول وقف سره، ما سمعنا فد يوم ابن مسؤول راح ضحيه، ما سمعنا فد يوم مسؤول مشى حاله حال المواطن شالوا علاقتين مسواق. ذليتمني كفي عاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلها روتيني بروتيني وكل شيء ماكو. تروح الجنسية أسبوع ما تطلع الشغلة مالتك، تروح المرور نفس الوضعية، فالدوائر كلها رشاوي برشاوي. فصار يحكوا لي على الفساد الإداري، الفساد الإداري موجود عندنا احنا هنا، ونظل احنا نعاني بهالوضعية هذه إلى ما، فإذا ما الله يرحمنا يجيب لنا حكومة شوية شرفاء. الحكومة هاي ما تفيد هذه والله، وتعبنا احنا هنا حيل. الفساد موجود وين ما تروح، إذا ما تدفع فلوس ما تمشي شغلتك والله، إذا ما تنطي فلوس بالمرور بالجنسية بأي مكانات إلا رشاوي. إذا كان ضابط ولا كان منتسب تروح هسه روح عليهم شلون مذبح الناس وبطن الناس، ما يصير هيك. هذا مو عمل، هذا احنا إذا ما جيبوا لنا حكومة شرفاء، إذا الحكومة هذه فاشلة زين، خلصنا من داعش على أساس جت الحكومة هذه هم ينعانوا نفس المعاناة. وحش لك بالنسبة احنا الشرطة المفصولين لا يقبل يرجعونا، واحنا نعاني واحنا نطالب رئيس الوزراء ونطالب الحلبوسي انه يضحك علينا بنظرة أبوية، يضحك علينا احنا مفصولين لا ذنب ولا هذا. رجعوا الضباط، رجعوا المنتسبين، رجعوا الضباط، رجعوا المنتسبين، ورجعوا كل المنتسبين بقي داعش. نعم تفهم، واكو منتسبين اعتقلوها قوات امنيه، يعني شنو مصيرهم؟ هذول معتقلين صاروا دواعش اللي الهزم اللي ما ظل موجود بالعراق هنا. احنا احكي لك هسه احنا انطينا الشهداء، انا انطيت اخ شهيد لي ذبحوا اخويا، اخذوا 20 ورقه مني ونحاصرنا وشبعنا الضيم يوميا ماخذينه زين. فنطالب شرطه المفصولين احنا نريد يرجعونا، مصابين احنا اكو مصابين زين. فاحنا نريد نطالب احنا نرجع، نطالب نحلبوسي ان شاء الله يرجعنا وندحق يضحك علينا زين. معاناه المواطنين كثيره، ومنهم اولا الجنسيه، ثانيا معامله التقاعد، كثير معاناه العراق كثير. وهذا الشعب من يجيب تصور جنسيه روح التقاعد ما المعاملة إلى متى؟ صورة قيد ما أحكي لكم أكثر من هذا. خير كلامي ما قل وتل، بطاقة تموينية وأركب، وإلى متى؟ وما تتعلى بعد شهر راجع، بعد أسبوع راجع، والمواطن ما عنده مسحوق والأيام تعبانة. فأرجوكم يا مسؤولين حلوا هذه المشكلة العويصة، حلوها بشكل عقلاني. يكفي معاملات يجيب ودي يا أخي، من يجيب المواطن؟ من يجيب؟ أرجوكم أرجوكم، كافي كافي كافي، شعب تعب. إذا ضابط جيب، مسؤول تغير جيب، جيب معاملة أسوي لك إياها بخمسين ألف 100 ألف. تقول إلى متى؟ إلى متى يبقى البعير وعلى التلي؟ فهموني فهموني فهموني، إلى متى؟ أرجوكم يا مسؤولين حلوا هاي المشكلة العويصة، حلوها حلوها بشكل سلمي. جزاكم الله خيرا. احنا نطالب الحكومة بالدوائر تعيينات كل شيء ما وفرت لنا الحكومة، خاصة محافظة نينوى. احنا شرطة مفصولين، فساد موجود بالجنسية محافظة نينوى. الآن اذا اريد اسوي جنسية اسبوع شهر ما تجي، واللي عنده واسطة قبل تطلع. واحنا يعني ما يصير هيك شيء، نطالب الحبوسي، احنا شرطة محافظة نينوى مفصولين، ليش هيك احنا سوينا؟ نطالب الحكومة، نطالب بتوفير خدمات كل شيء. احنا الثاني عندي مثلا بطاقه شيء جنسيه اريد اقدمها شهر 10 ايام ولا عنده واسطه قبل يجي يكملها. نطالب الحكومه، نطالبها بالحكومه العراقيه باطلاق العفو للمنتسبين محافظه نينوى. نطالب الحكومه، نطالب رئيس الوزراء روح يراجع الشباب كوسه، يريد منك استفتار ما لا من وطني، استخبارات تدقيق معام يعني فدنو يعني يعني ما عندي معاملة مع ابن شهيد أني أدموت دواعش بال 2015 ولحد الآن ما مستلم أي حقوق. فساد إداري، دولة من الأساس الرأس فاسدة، ما حد يلتفت على المواطن، كلها على الناس، على الطاله بطاله، شغل ماكو، شباب كل شيء ماكو، لا شغل لا عمل لا شيء. زين شرطه المنتسبين هاي الشرطه شنو ذنب ما يرجعونهم؟ ايش سووا؟ زين واني منتسب، ابني منتسب عمره 16 سنه عدموه بالفوج الثالث كان يداوم زين قدامي عدموه زين الدواعش. وهسه انا صار لي من 2015 بعد التحرير مشي بالمعامله لحد الان، هو واحد يدشني على اخر كل شيء ما سوى، وانا طالب حقوق يصرمون واحنا نريد الضابط يرجعونه اللي هو سلمها، والمنتسب
والمنتسب خماد المنتسب واستلم مو ما حسبون الضباط ليش الضباط ليش الضباط يرجعونهم ليش الضباط يرجعونهم والمنتسب ما يرجعونهم الجنسيه والمرور ليش ما رجعونا ليش عقداء عمداء علويه سلمتها ويرجعونهم والمنتسبين ما يرجعونهم وضحوا وهاي وهانات ويوم يدازين عليهم الامنيه عيب خلي شويه عيب شويه استحيم تبتون المواطنين احنا ما يصير هيك وهذا هاي الناس الشباب هاي كلها عاد على بطاله فوج الخامس ليش تروح تراجع دائره بالموصل يا اخي دائره هاي فايلات هسه توني سويت الفايل توني سلمت هسه توني راح سلمت فايل وجيت هسه توني راح سلمت فايل وجيت الفلوس ترجع ما اخي سلمت هسه هذا سلمت وراح جبت يا اخي شيء ما فادتني ما في عاد اخر شوي كافي شوي حط الورقه بالفايل جنسيتك بساعه تستلمها ما تخليها انا الجنسيه مالي اصلا المعامله ذبيتها لان ست اشهر وكل شيء ما سويت توقيع واحد ما حصلت اللي عنده واسطه يكمل ما عنده واسطه ما يكمل تخلي الورقه $100 كمل المعامله مالك بيوم واحد نطالب من الحكومه دوائر مثل البشر الناس وين وصلت وصلت للقمر واحنا جنسيه ما عاد نقدر نطلع يعني ايش كلتها شغلتها ترى والله 10 دقائق ما تطول بس هم يتقصدون يخلون هيك المواطن بالشمس بالمطر مذله يذلونه ليش اطالب الحكومه الله سبحانه وتعالى بالقران يقول ما بيكم رجل رشيد يعني معقوله كل الحكومه 360 نائب ما بيكم واحد ابن عرب عنده نخوه عنده شيمه حكومه كامله ما بيكم واحد يحس بهذا المواطن الفقير يعني التالي بس شغله واحده خلونا نحب البلد ترى سعان الشاب وهاي الشباب كلتها امنيتها تطلع خارج العراق خلونا نحب العراق ليش هيك تسوون بينا ليش هيك يعني هاي انا امنيتي هسه اطلع خارج العراق اروح له زحف لاي بلد بس احس ان انا مواطن عندي قيمه ليش ما اي والله اللي يريد يضمن حقوقه يطلع خارج العراق لان بالعراق كل شيء ما عندك الجنسية أكبر صارت آية بلد شابه آية صارت يعني كفرونا بالجنسية كفرونا بشيء اسمه الجنسية العراقية ثلاث أيام بات توقيع ما حصلت يا ظالمين النفس ليش اتقوا الله وخافوا الله ترى الله كبير الفساد يعني أكثر مما كان قبل داعش والروتين إذا قبل يخلونك على المعاملة أسبوع زمان هسه يعني يخلونك 20 يوم تروح وروح وأرجعاني من الناس عندي بيتي فجروا علي جيليكان قبل سقوط الموصل هسه علي دسحب سند 2018 روح وتعال وثاني لحد الآن المعاملة ما سويتها والفساد بكل دوائر الدولة مستشري يعني وأزيد من ما يعني قبل الجداعش كان شوية أهون هسه يعني زادوا النوب وهذا الروتين ترى بس بالموصل أنا رايح لبغداد مديرية التقاعد العامة بغداد جاء شخص من الموصل على مود توقيع واقع حال هسه الشباب الموصل نسبة بطالة 99% يعني مو ما اقول لك 80 ولا اقول لك 70 الشباب كله قاعده يعني هذا سوق النبي ماكو هسه تدور عليه الشباب كله قاعده انت لا تحكي لي على القبل حكومه راحت ما علينا داعش راح ما علينا انت تحكي لي وضع حالي امر حالي وقع حالي اطلع على ذاك الجانب هذاك الجانب متدمر نهائيا عوائل ذاك الجانب قاعدين بهذا الجانب كله 200 250 150 عوائل منكومه بيوت متدمره عوائل تعبانه ها وين ما تروح تجيك على المنظمه ايش تنطيك خطيه معجون بطل زيت انت بيتك واقع قايم جاي وزعوا لي هسه 480,000 للناس التعبانه زين انت بيتك واقع بيت واقع مكان ما عندك تقعد الدوله اللي 480 حياتي بس اقول لك باي دوله من العالم هسه لقي لي واحد فقير قاعد بالشارع دور لي بهاي الدول العالم كلها الدول التعبانه يابا الكويت مو كل الناس الدول كل الدول تقول الكويت المحافظه من محافظات العراق زين اذا الكويت محافظه من محافظات العراق شلون قاعد تعيش منين قاعد تعيش الكويت تساعد العراق ها وين صايره يابا احنا العراق بالخير معاد الموصل ام الخير
بديلك هذا جامعة كبير واقع، المنارة اللي ما أقدر أصلحها، سيارات لحد الآن محروقة بالموصل، الناس الطالب جثث. أخي أنا أول بارحة بعيوني شفت جثث، جثث مال داعش بعد لحد الآن. زين أنت ترجع على بيتك، أنت لا تقول لي أريد أرجع فلان، أريد أرجع علان، ترجع لي فلان علان، شو تسوي بي؟ شو تسوي إذا ما يقدم لك خدمات؟ شو تسوي بي؟ جو راحوا لي ذول جماعة المنظمة 7 أيام 8 أيام اشتغلوا وطلعوا لي كم جثة ورجعوا، الجثث إلى حد الآن. زين تجيك مرة زوجها مقتول، تجي تطب للبيت تلاقي الجثة بالبيت، شلون تطلع الجثة المرة؟ وين توديها؟ وين تودي الجثث؟ زين الناس مين تبني بيوتها؟ الشباب مين؟ الشباب بس اقول لك اريد اتزوج، مين اتزوج الشباب؟ اذا شغل ماكو، عمل ماكو، وظائف ماكو، اريد اتطوع اقول له ماكو تطويع، ماكو، يروح يتطوع بالحشد يقول له فلوس ماكو، واقع حالي احنا نحكي، لقي لي هسه اخي هاي دهوك، دهوك يا الكبراته، روح شوف، بس روح شوف، احنا ليه بتنظل هيجي؟ انت نعرف تحررنا وخلصنا والحمد لله والشكر وارتاحينا وامان. أمان أأمن محافظة من معادة الشمال إلى الموصل، من عادة الشمال. زين شنو الفائدة؟ شنو الفائدة؟ شغل ماكو، عمل ماكو، ناس تعبانة، موظفين رواتب ماكو، هسه آخر شيء تطلع تقاعد لازم تروح تدفع القديم عليك. شنو أنت طالع تقاعد خادم الدولة 35 سنة أنت خادم الدولة، تروح تدفع الفلوس عليك ببغداد، والله أنت داوم بزمن صدام مداوم وعليك ديون، وينك شنو هذا موظف على ديون؟ اول مره بحياتي اسمع بدوله من دول العالم موظف على ديون. زين اذا انت موظف عليك ديون يا ابو العدل عامل ايش يطلع عليه؟ بس اسالك هذا السؤال، اعرف هذا الشارع هسه اروح على ذاك الجانب الشوارع، من يروح يبلطها؟ الدوار احكي لي على الدوار. الدوار الدوار الجنسيه، ايش احكي لك على الجنسيه؟ واقف لك سره من هنا وسره، يعني له بدايه وما له نهايه، مثل البحر صار النفوس ما تخلص منها، والله مثل البحر ما السيره ما تخلص، ما تخلص اللي هو واسطه يمشي والما عندك واسطه ما يمشي. اخي انا ما اقول لك فلان واحد فلان واحد فلان واحد، ما اجيب لك اسماء، اجيب لك هي من النهايه بدون اسماء، بدون اسماء اعطيك هي من النهايه واسطه. شوف رجال ايش قد عمره، ايش قد عمره هذا، بس صور ايش قد عمره، شوف ايش قاعد يسوي، ايش قاعد يسوي، ايش قاعد يسوي. كان جبتين كان جراتي طلع جراتي 5 دقائق، أنا مالي أحد، اشبروني أقع بالقاع. أخويا موصل تعبانة 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 تعبانة. أخويا هذا حالنا، هاي المنتسبين، هاي منتسب، هاي منتسب، شوف هاي منتسب، هذا حال منتسب منتسب. يا معاد مش مال بغداد بيها أنا دحى أقول لك شغلة واحدة أنت بس. المنتسب المنتسب بس احنا عندنا لازم يكون معزز مكرم. اخي ابسط شيء تروح على الشمال السكيورتي، السكيورتي احسن تقدير مقدر، دهقانا يقول لك مفصول. طالب من الحكومه الجديده بتوفير فرص عمل للشباب اللي عطالين والبطالين، وان شاء الله تخدم العالم. ونطالب ثاني شيء بتسهيل دوائر الدوله، عندها مثلا الجنسيه او الهويه الاحوال المدنيه معاناتها حيل حيل هسه بالموصل، فنريد من الحكومة بتوفير موظفين أزيد لتسهيل أمر المواطن، لأن المواطن على واحد جنسية يطول شاه وشاغين والثاثي، ونحن نطالب منهم بتسهيل أمورهم. وعندنا ثاني شيء شغلات البطالة كثيرة كثيرة بالموصل، والشباب عاطلين عن العمل، فرص عمل ماكو نهائيا نهائيا بالموصل، فرص عمل ماكو أبد. وعندنا جانب الأيمن مدمر بالكامل، فنطالب من الحكومه ان تخلي ايدها بالمناطق القديمه او بالاسواق، تسهيل امر المواطن بالرجوع الى مناطقها. وعندنا الاسواق مدمره بالكامل، عندنا اسواق من اكبر شيء بمدينه الموصل. يعني موضوع مراجعتكم دائره الجنسيه بالتحديد، دائره شهاده الوفاه الوفيات، هاي معاناه حيل حيل. يعني الشهاده الوفاه 6 شهور او 5 شهور او ضاع الفايل ماله او ضاعت شهاده الوفاه، ولازم يرجع بنفس الاجراءات من الاول حتى يكمل. الجنسيه كذلك، المواطن عنده معاناه حيل حيل هسه، اسعدنا الجانب الايمن بالجنسيه العراقيه او الجنسيه الاحوال المدنيه، يعني انا صار لي شهر اريد اروح اراجع عليها ما اطيق، يعني من الازدحامات وفلوس، يعني تسحب الفايل 100 دولار او 100,000 يقول لك ما عندي، روح تعال الظهر، هاي الشغلات يعني كلها معاناة حيل حيل عندنا. وعندنا اللي احنا نريد نرجع على اسواقنا، الاسواق مالنا مدمرة يعني بالكامل، لازم نرجع على اسواقنا، السوق مركز المدينة، مركز الموصل، نطالب بفتح الساحات، رجع الباصات والكيات واهل الاسواق والهاي كلها ماكو، والدولة شيء لي حركة العمل محطمة بالكامل، ماكو أي شيء يعني. ونحن سوقنا سوق السيارة،
نطالب من الحكومة من تخلي إيدها بينه، نريد نرجع على أسواقنا، نريد نرجع على محلاتنا، نريد نرجع على دكاكيننا، نريد الدولة تسهل الأمر، تسهل الأمر بالماء والكهرب وتعيد المولدات وتعيد الحياة إلى هناك، لأنك الشمق أبد نهائياً حياة معدومة بالجانب الأيمن، والجانب الأيسر الإيجارات، الإيجارات مدمرة. يعني إيجار حق المحل 25 كان قبل أو بالشهر، هسه بالشهر 450 أو 500 إيجار الشهر مالته، هو كان قبل ولا حد يقول له أنت منه، كان إيجاره 25 30 استغلال من قبل أهل الإيجارات حيل حيل. يعني عمارة شالة من الفلوس يأخذها من المؤجر ويكمل بيها ويبني وهناك المحلات متروكة والحكومة أبد ما لها علاقة بيها ولا لها داعي بيها نهائيا. فنطالب من الحكومة بأن ترجع الحياة إلى الجانب الأيمن. البيوت مدمرة، العالم هلكت بالإيجارات هوني بالأيسر، يعني الإيجارات مدمرة بالكامل بالكامل بالكامل، الإيجارات مدمرة. ونطالب من الحكومة البيوت 350 أو 400 ماكو أكو شيء، يعني المواطن هوني بالموصل ماكو أخذ إمكانية ما يدفع 350 أو 400، يعني النقود اليومية ماله ما تكفي. يعني حتى لو راد موظف عندنا، الموظف عندنا قش يعني 500 600 جنيه حق أكل ولا شرب ولا مولدا، يعني نهائيا الحياة معدومة بالموصل منتهية من وقت التحرير لحد الآن. الحياة لا حياة في الموصل نهائيا. يعني أهل القديمة من أزيد الناس الفقراء في الموصل، لا يملكون الطعام ولا يملكون المال ولا يملكون أي شيء، قاعدين بالإيجار بالأيسر لا يمكن يكون، وبالإيجارات كل شهر جاي مزيد علينا. نطالب الرئيس الوزراء حيدر العبادي أن ينظر لنا بعين الاعتبار، احنا انظلمنا وتأذينا وعانينا ما عانينا من داعش وانظلمنا، اكو ناس انصابت اثناء المعركه لحد الان ما لها اي حقوق، اكو ناس انشتلت ولحد الان اي حقوق ما الحلبوسي. انطالب الحلبوسي ان ينظر بعين الاعتبار لنا، احنا تدمرنا ترى، العالم جاعت ترى، احنا تعبنا ترى، انه ينظر لنا بعين الاعتبار. احنا مظلومين ترى، والله مظلومين، مظلومين احنا وعانينا ما عانينا، عانينا ما عانينا احنا الشرطه المفصولين. قررنا قلنا بس الحكومه تفيدنا والحكومه ما فادتنا بعد، تنطي فلوس ترجع الساعه على الشرطه، اي شيء لحد الان ماكو اي شيء ما كل لهم اللي راحوا 20 30 ورقه ترجع. يلا الدوله عندك الجنسيه، عندك شهاده الوفاه يسووها كل فساد اداري، لحد الان ماكو اي حقوق لهم، حقوقهم كلها راحت، كل شيء ماكو اي حقوق، بس ياخذوا منهم فايلات حبر على ورق، كل شيء ماكو. تنطي 20 ورقه ترجع يعني الدوائر شلون يعني الجنسيه؟ يعني تروح تطلع جنسيه هسه، تروح تطلعها مباشره؟ لا بالله تطول اسبوعين، تطلع برغ تطلع اسبوعين، تطول فتره طويله يعني على ما تطلع، بس تعاني ما تعاني على ما تطلع ازدحامات و... بالآونة الأخيرة ونتيجة الظروف اللي مر بها البلد وخاصة محافظتنا العزيزة نينوى، لكثرة الحالات التي حدثت في الساحل الأيمن نتيجة التحرير والتدمير اللي أصاب المدينة، فكثرة المراجعين إلى دوائر الدولة وتهديم البنية التحتية جعل المواطن أكيد يراجع قسم للتعويضات وقسم لانتشال الجثث وقسم أخرى هي لعمل تنظيم شهادات الوفاة. وبدأ المواطن يعاني معاناة مريرة أكثر من المعاناة اللي تولدت نتيجة هذه الظروف. بعض الدوائر مثل يروح يراجع على شهادة الوفاة، الطب العدي وما شابه ذلك، يطلبون منه أشياء تعجيزية بالنسبة للجثث وغير ذلك منها، فيبدأ مراجعته لدوائر الطب العدلي أكثر من مرة ومرتين وثلاثة إلى أن يصاب بالإحباط. هذه وحدة. شيء ثاني بالنسبة للتعويضات، حدث بلا حرج، يعني أنا بالوقت الحاضر جيت من دائرة التعويضات، يعني طفح الكيل، ما لا نقول ان كل الموظفين مع احتراماتي لهم
بهم اللي يكون سباق ويأخذ المعاملة حقيقة. يعني أنا صادفت عندي يأخذ المعاملة ويسيرها حسب التسلسل، وقسم منهم لا يساوم عن طريق كتاب العرائض وغير ذلك. للأسف الشديد هؤلاء يحملون الضمائر الميتة، أما أصحاب الوجدان والضمير الصاحي تراه يتعاطف مع ذوي الشهداء، يتعاطف مع ذوي المحن والمصائب وبيوتهم قد تهدمت وتهجرت، يكون سباق لهذه. فأصابع اليد ليست متساوية، والضمير هي يعني المسألة هنا مسألة تربية. التربية هنا تنص على أنه الإنسان يعكس سلوك البيئة اللي هو يعيش فيها، والمجتمع مؤثر أيضا. لا ننسى أنه المجتمع كثير التغيير وكثير التأثير على الفرد، لكن الإنسان هنا يجب أن يعي أنه أمام الله سبحانه وتعالى سيحاسب في الدنيا ويحاسب في الآخرة إن كان تعاطى لا سامح الله من الرشوة وغير هذا. علينا أن نراجع أنفسنا، كثيرا في كافة الدوائر الدولة. حينما نراجع دائرة من الدوائر يجب أن نعرف أن هذه الدائرة وهذا المواطن جاء إلى الموظف لكي ينقذه من المشكلة الذي هو فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتعاطف الموظف مع أخيه المواطن، وكذلك لا ننسى أنه على المواطن أن يلعب دور مهم في احترام القانون وعدم تسير معاملته أو تشجيع الموظف على أن يمد يده إلى الرشوة. أكو بعض الدوائر تساعد على الرشوة. يعني بعض الدوائر ما يريد نشخص، وهي معروفة شغلتها ما تمشي إلا بالمادة، فيضطر المواطن للأسف الشديد يعني أن يتنازل عن بعض الضمير وبعض المبدأ ويتعامل بالرشوة في سبيل إنجاز معاملته. وبعض الدوائر لا تحتاج إلى رشاوي، يعني شغلات إدارية، لكن اكو شغلات مثلا التعويضات وغير هذا، يعني او تسيير امور مثل العقار وغيرها، لا نريد ان نشخص. فهنا المفروض المواطن يصبر ويكون محصن بالايمان ويعرف انه الراشي والمرتشي امام الله سواء. الموظف اكيد الموظف هنا خلي في حسبانه أن هذا المبلغ الذي ارتشى به سيولد يرجع إلى البيت ويلقى عائلته مريضة. أخي العزيز صدقني، كل إنسان مرتشي لا رب العالمين لا يبارك في صحته ولا في ماله ولا في عياله. الموظف المرتشي ولا يفك له قليلا من التفكير إلى الموظف المرتشي لكان عاد إلى جادة الصواب، لأنه القليل الذي فيه بركة ونظيف أكثر من الكثير الذي فيه مال الحرام. أنا واحد من المواطنين، أنا حاليا هويتي ضايعة، الله الوكيل هسعت عندي أنا يمشي بدون هوية. ليش؟ لأنه المعاملة مالتي موجودة بالبيت وما عندي إمكانية أروح أنطف فلوس حتى أطلع الهوية. هاي واحدة من كثير أشياء. عندنا البلدية مثلا تجي ما تشيل يعني يشيل انقاض يريد فلوس، ما ننطي فلوس يدخلوها، أنت ممتنع تمتنع، يعني يهددك باسم هذه القانون يهددك، وهي شرط باطلة. ليش؟ لأنه جيب فلوس حتى نشيل الانقاض، ما تطيق لك تمتنع يهددك بأشياء هذا. وإحنا البطالة يعني كن قتلتنا لا أكو شغل، الأمور واقفة، ومثل ما قلت لك يعني كثير أمور الدوائر، يعني إذا مو عندك إذا ما فلوس إذا ما تنطي فلوس أمورك ما تمشي. كل الدوائر بصورة عامة هسا إحنا عندنا، خلينا نقول يعني بهذا السوق عندنا محولة مشتعلة، والله العظيم الكهرب مالنا ما جاي يجي ضعيف. لما نحكي معاهم يقول انتم انطوا فلوس حتى اسوي لكم هي.
ماكو اهتمام، ماكو اهتمام لا من قبل الحكومة ولا من قبل. رأيكم الحل شو يعني؟ الحل يا أخي احنا يعني هي المفروض الحكومة تنظر لنا، احنا الشعب من انتخبناها غير على مود مثل ما احنا انتخبناهم، هم لازم يخدمونا. صحيح انه لازم يخدمونا مثل ما احنا انتخبناهم، وهي المشكلة انه شهادة الوفاة ليش ما تطلع للناس؟ اكو ناس ضحايا راحت ما رحت. والله يا أخي لازم إذا لازم يطلع الميت وكثير أمور يعني، ما هي بصريح العبارة إلا بفلوس. روتين روتين عنده روتين، هذا الروتين ما يمشي، إحنا بالموصل ما يمشي الروتين إلا فلوس. إذا ما فلوس ماكو كثير دوائر. ممكن أي مسؤول يعني خلينا نقول يتنكر يجي يشوف، يشوف بنفسه يشوف الفساد وين يقدر تنحل مشكلة الفساد بشغلة، إنه يكون متنكر ما حد يعرفه، يعرف وصف الفساد بالضبط. أخي السيدة دائرة تفوتها إذا ما تنطي فلوس ما تمشي. الرشاوي والفساد يعني ما ينتهي الى متى يا حكومه؟ يعني انتم ما تخلوا لكم فد واحد مراقب على هاي الشغلات نوبات؟ يعني هاي السيطرات الجنسيه تطلع مشتبه بالاسم، ما يدققون عليها يعني، تعرف شوف اسم امه ما يطبقون اسم امه، يخلوها نزلوا اربع خمس ساعات لو يوقفوا قسم منهم فقره وما عندهم، واكو قسم منهم زناقين والله ياخذون، واكو قسم من عندهم فقره والله ما ياخذون. المتراكم والمتراكم مالهم لحد الان ما كنا انطوها. يعني الى متى هذا الفساد؟ هاي اربع سنوات هاي خلصت مال العبادي كلها قضوها فساد فساد فساد. الى متى بنشوف هاي الحكومه تعدل الوضعيه؟ الجنسيه تطول لها شهر بطاقه تموينيه تروح هم يشلعون قلبك. هي شكر وتمن معفن وزيتها مخربط ثلاث اشياء من عشر مواد، عشر مواد كانت ثلاث اشياء ينطونا، لا تعويضات فلوس لا يديرون بالهم على الفقير. اخاطب سياده المحافظ، الهويات كلها برشاوي، كلها بفلوس، كلها باوراق. احنا ناشد محافظ نينوى وسياده المحافظ، سوي شاره يعني احنا الفقير ما يطيق كل شيء يسويه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زين احنا ايش نريد؟ نريد من سياده المحافظ يتدخل بهذا الموضوع. يعني احنا ما يصير هيك، الله ما يقبل رشاوي فساد علني، ما يخافون حتى من الله ما يخافون. واشكركم شكرا جزيلا ان شاء الله. بالنسبه للمعاناه اللي صار هاي مال التفجير السواد دواعش هذول كلها، هسه اكو بيوت كلها خربانه كلها منتهيه، لا عندهم سكن، لا اكو ايجارات، عالم يقعدون وين يروحون؟ العالم ايجاره قشي بيت خربه ب 250 الف دينار وعالم ما عندها وين يروحون؟ الناشد المحافظ نينوى بالتعويض للعالم هذول الناس الفقراء، انطوا ضحايا انطوا كل شيء. يعني الى متى يظل هالشكل العراق؟ الى متى؟ ماكو اخي، هسه المات راح حقوقه كله راح، لا ماكو اخويا. وين تروح؟ اخويا هاي جنسيه تروح عليها، عندك فلوس يطلع لك جنسيه، ما عندك والله تبقى بالشمس نسوان. روح شوف، روح شوف بعينك، خليه يجي محافظه يجي، خليه يجون يشوفون بعينهم. ماكو اخي لا جنسيه اكو، لا جنسيه عراقيه اكو، كلها صايره واسطات. والموصل يعني تعاني، فلوس ما عندها موصل، لا شغل لا عمل. هاي صياغ قدام عينك، هاي محلاتنا، هاي المحل ب 200 الف دينار هالقداته، اعرف نطلع ايجار نطلع فلان شيء، ايش نسوي؟ وين نروح؟
يابا الهويه انا على المسويته انا تقريبا يوم حجز السره والى ثاني يوم الصبح انا بايد بالشارع يم المحطه على مود اسوي الهويه على مود الختم من الاستخبارات. ثاني يوم فتحت الاستخبارات وان الاستخبارات منقوله على المناطق ورجعت من جديد ورجعت على الختم وعلى على 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 اختناقات الازدحام والعالم الهوسه صارت لين ارتبكت البغته والبغته طالت مجال يومين على مود الهويات. يلا طلعت الهويات يعني طلعان الروح يعني ايش وين صبر الروح اذا غير انتم حكومتنا غير انتم والله انا سنه ظليت ما على ما طلعت الهويه مالك. انا طولت بالهويه شهر كامل اني طلعت هويه على ما يجيني السيره وينقطع وارجع اكمل يجيني السيره وينقطع ما اكمل. اكو فساد يعني هو واصل عندك تمشي ما عندك ما تمشي هذا يا يعني هذا حال 8 بديت بالهويه 15/8 من سنه الاخ طلعت هويتي يابا. احنا الشغله ما بي احنا نريد بس تسهيل امر المواطن. المواطن عندنا هون معدوم يعني من ناحيه متضرر من اغراض من بيوت من سيارات من ممتلكات ما بقى كل شيء عنده. احنا بقينا تحت الصفر يعني خاصه محافظ نينوى خلينا ضروره نظر الاعتبار منظر انه هاي مدينه تضررت من كل النواحي من دواعش من حروب من اقتصاد يعني 3 سنين ترى ما قليل احنا شفناه بها المدينه وظلينا صامدين في سبيل لا نعطيها لاحد ولا نطلع منها حتى لا يجي غيره ناس تستفاد من المدينه. احنا مدينتنا ونظل نحافظ عليها هسه وبعد. اليوم ساعة 7 جينا هنا جبت 7 نفرات من كردستان ثلاثة أصغار عمرهم جوا 10 سنوات قالوا روح جيب سكوك تعال مشي لك إياه. اشتريت سكوك من هذا الرجال من هذاك الدكان وما مشى وبعدين جيت رجحت السكوك وثلاثة ما سوا ومن ساعة 7 الصبح ما أدري هسا بيش الساعة. شوف شو أسوي تقف سراب جوا وسراب برا وماكو اي نيذا. احنا من الساعه 7 هنا اكثر شيء تاخر اكثر شيء تاخر الصحيفه يعني الاستماره بالقوه حصلنا استماره استماره حق 250 دينار. شوف يعني 250 دينار ننطيب يعني اكو بعدهم ينطون 5000 على ما يحصلون لهم استماره واحده. شوف والله العظيم انا من سنجار ساكن بزاخو كردستان. استاذي والله من الصبح بالساعه بالخمسه واقفين بس على مود الصحيفه من الخمسه والساعة الساعه 3 خلي نغنى شويه الصحيفه على الاقل يعني والله تعبنا والله بالله العظيم ملينا من الصبح لحد الان معاناة وهذا وواصعات كثيرة لهذا اللي فوت عرف وهذا اللي يسوي. يا أخي خلي شوية يريحون العالم الله يرحم والديكم. قصر لك كم يوم بالمعاملة مالك؟ والله صار لنا تقريبا 3 أيام وهاي اليوم الرابع وإحنا من جماعة جديدة حي العامل والحد الأمام بس على مدى الصحيفة صار لي يومين والله يومين يعني بس صحيفة. شنو هي صحيفة؟ خلي الغنى إياها خلي السيد المدير يلغي لنا اياها. الف رحمه لابوه المواطن تعب هلك والموصل منكوبه واحنا تعبنا شويه ريحونا الله يرحم والديكم. زين الحل شنو برايك انت مواطن والله الحل هي بيد المحافظه المحليه. زين اكو جماعه واسطات يفوتون والله اكو جماعه كثير فاتهم والله كثير والله فاتهم والله يفوتون قدامنا عين عينك يا اخويا والله بالله العظيم تعبنا زهقنا. الفقير ما يبدا الفقير ما يقدر لنا الله بس لنا الله بس بس لنا الله اقول لك لنا الله بس. ما احكي اعتباطا هذا سند وثيقة رسمية
أنا من ولدت مواليد 1971 مواليد 1971 احنا الناشد السادة أعضاء البرلمان. طبعا احنا بالعراق عايشين القانون يحكم الوزير ويحكم الغفير، عايشين بالعراق القانون يتطبق على الوزير ويتطبق على الحارس وعلى الغفير، هذا شيء متعارف عليه بالعراق. احنا الاختلاف صار شنو اخي؟ احنا نعرف وزارة الخارجية خريجين السياسة والقانون اللي هم السادة أعضاء البرلمان اختصاصهم سياسة وقانون، إدارة العلاقات الخارجية مع دول الجوار ودول العالمية. هنا الإشكال اللي صار وراء الأحداث مال 2003 أنه صار البرلمان وصار مجلس الوزراء، ضغوطات البرلمان ضغوطات سياسية، خلي يسمعوني الكل. أنا أعرف شنو الإشكال أخويا، ضغوطات البرلمان وأعضاء البرلمان على الوزارات. الوزارات وجدت وزارات خدمية لخدمة المواطن العراقي، لخدمة المواطن العراقي ابتداء من وزارة الخارجية إلى أصغر وزارة بالعراق. احنا نعرف كل الوزارات بالعراق هي وزارات وجدت لخدمة المواطن، بداية وزارة الخارجية، وزارة الإسكان والتعمير، وزارة الدفاع، وزارة الأمن، وزارة الداخلية، كل وزارات خدميا وجدت حتى تخدم المواطن. اسمعني، لحفظ الحقوق والمستحقات مع المواطن العراقي والشعب العراقي. هنا تدخل البرلمان بالوزارات، صارت الضغوطات السياسية، صارت القرارات. هسه كل الشعب العراقي ينتظر اصدار القرارات الجديده اللي راح تصدر من البرلمان العراقي الجديد التشريعي. كلتنا تحت طائله القانون. هسه من طلعت الانتخابات ونتائج الانتخابات وثبت المجلس البرلمان التشريعي العراقي، كلتنا بانتظار تعيين رئيس جمهورية وإصدار القرارات. إصدار القرارات أخي ماكو فصل. احنا نعرف من أب وجد الوزارات العراقية وزارات خدمية لخدمة الشعب العراقي والمواطن العراقي. نريد إعادة العمل ضمن الوزارات، أما البرلمان والضغوطات السياسية الخارجية لا تتدخل بعمل الوزارات. ابني مفقود من 2017 لحد الآن ما أعرف مصيره، وما عملته من 2017 شهر السابع أمشي بالحبانية كانت المحكمة وأمشي بيها لحد الآن ما بين أي معلومات منه. كل يوم يطلعوني شغلة، مرة يقولوا لي صحة صدور كملت صحة صدور، مرة يقولوا لي تحقيق الأمني جبت لهم مستخبارات وأمن الوطني، نوب حولوني على المنصور ولحد الآن أنا ما مسوي كل شيء، نوب يقولوا لي أمن واستخبارات، ما عرفنا وين نروح وين نجي. أين البرلمان؟ أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق المفقودين؟ ما لهم كل دور، يعني هاي السنة وخصورة أنا أركض وراء المعاملة وما أحقق شيء، يومي رايح جاي لما أنت الدوام أرجع. تيتي مثل ما رحت جيتي، كل شيء ما سوينا. والجنسية والأحوال المدنية معدومة، نجي نبات ونجيب جودليات النام على الرصيف، يعني يومية ما نوقع لنا توقيع. لا الصحيفة ما لها غرض. هذا الآلية مال العمل شلونها جوا بصراحة؟ الجنسية والله هي موتة حمر، ما ينطونا مجال السيطرات، يقولون جيبوا فلان شيء هويتكم قديمة مدري شنو، اصبرونا ليش التكدس؟ انطونا مجال حتى تسهل الأمور، علش العالم كلها تركض على الجنسية وتيد بس تطلع جنسية لابنها؟ ما وضعية تعبانين، واحدنا المريض ما يقدر يمشي. أنا عندي مرض سكري وقلب، تبديل شرايين، مسوي عملية وما أعرف وين أروح وين أجي.
نروح